للمزيد حول تداعيات الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي ينضم الينا عبر الهاتف من دولة الامارات العربية العميد ركن خلفان الكعبي الخبير العسكري والاستراتيجي. سعادة العميد، لماذا يبدو وكأن هناك طمأنينة او ارتياحا لدى اغلب الدول الخليجية من قرار الرئيس الامريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الارتياح حقيقة كما يبدو لي سبب ان تدخلات ايران القوية في دول المنطقة. تدخلات إيران الإيرانية حقيقة واضحة للجميع، تدخلات عبرها هي مباشرة أو عبر أدرعها، إن كان عن طريق الحوثيين في اليمن أو عن طريق حزب الله في لبنان أو ميليشياتها في العراق وسوريا. فيبدو أن هناك ارتياح، الارتياح سببه أن التدخلات هذه ستقل. التمويل الذي تتحصل عليه إيران الآن وعائداتها التي تذهب لهذه التنظيمات الإرهابية بالتأكيد ستخف، ستقل كثيرا، وبالتالي التدخلات الإيرانية سنراها تقل شيئا فشيئا. فهذا هو أعتقد مبعث الارتياح. طيب، لدى دول المنطقة. سعادة العميد، يعني الراصد للسلوك الإيراني في المنطقة يرصد تدخلا إيرانيا في اليمن وابتلاعا من ميليشيات الحوثي لأغلب قواعد اللعبة قبل التدخل العربي في اليمن، كان في عام 2014 في سبتمبر تحديدا عندما اجتاحت العاصمة والحديدة وما تلاها بعد ذلك. الراصد كذلك للتدخلات الإيرانية في سوريا كان قبل الاتفاق النووي الإيراني، التدخلات في العراق كانت قبل هذا التاريخ. إيران ابتلعت العواصم العربية حسبما كانت تتباهى وهي تحت العقوبات الأمريكية والغربية. كيف يمكن أن تطمئن الدول الخليجية أو تطمئن الدول العربية من تقويض لهذه الدعائم الاقتصادية التي كانت تتحرك على أساسها إيران حتى وإن كان تاريخها يقول غير ذلك؟ يعني أنا شخصيا، يعني صحيح أن هناك إلى حد ما ارتياح، لكن الدول العربية عليها أن تبني قدراتها بأنفسها، يعني تستغل الموقف الدولي الذي بدأ يتفهم أن تدخلات إيران الكثيرة في المنطقة هي سبب المشاكل في المنطقة ككل. فالدول العربية عليها لا تركن إلى القرارات هذه الأخيرة، لكن عليها أيضا الاستعداد وعليها الأخذ باعتبارات كثيرة. إيران مثل ما تفضلت تتدخل في كل دول المنطقة. الدول العربية مطالبة بإجراءات قوية لمنع هذه التدخلات. إن كان باليمن الآن رأس التحالف العربي يقوم بالدور المطلوب منه، عليهم إنهاء النفوذ الحوثي هناك اللي هو يعتبر ذراع إيران. أيضا رأس تدخلهم في لبنان، تدخلهم في لبنان من خلال حزب الله اللي تدخل في لبنان وسوريا ومناطق أخرى، وحقيقة نرى المشاكل التي يثيرها هذا الحزب. الدول العربية مطالبة بإجراءات أكثر صرامة مع هذه التنظيمات والحد من التدخلات الإيرانية. نائب رئيس الأركان الإيراني الجنرال حسين سلامي كان يقول إنه على الجميع الآن أن يذهب للتأكد من أن قوة إيران وحدها هي التي تكفل لها التعامل مع من يصفها بالأعداء أو الأعداء بين قوسين، وأن يكفوا قليلا عن لغة السياسة. هذه الرسائل كانت موجهة بالدرجة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية ولا كانت موجهة لبعض الأطراف الخليجية، وحضرتك تدرك طبيعة العلاقة الحاصلة الآن بين إيران ودول الخليج العربي؟ يعني عفوا، القادة الإيرانيين حقيقة يتكلمون كثيرا ولا يستطيعون عمل أي شيء. ببساطة، قبل ثلاثة أيام انضربت قواعدهم في سوريا ضربة يعني قضت على بنيتهم التحتية تماما وقتل منهم الكثير. هذا قبل ثلاثة أيام. يعني نرى بشكل أسبوعي إسرائيل تقصف قواعدهم في إسرائيل. فلو كان لديهم قوة كما يدعون لاستطاعوا الرد، لكن حقيقة يتحدثون كثيرا وليس لديهم أي قوة. إيران نفسها كدولة لا تستطيع المواجهة بشكل مباشر، هي تواجه عن طريق أدرعها فقط. سيكون الجميع على الأقل مطالب في الفترة المقبلة كذلك بالنظر إلى ما ذكرته حضرتك من السلوك العربي بذاته بعيدا عن أدوار أخرى حتى يمكن التعاطي مع الدور الإيراني. أشكرك شكرا جزيلا من إمارة دبي بدولة الإمارات العميد ركن خلفان الكعبي الخبير العسكري والاستراتيجي من دولة الإمارات.